خليفة الأمير من السعودية، مبرمجة تطبيقات ومواقع الويب، أعمل حالياً IT Quality Assurance Coordinator في بنك الاستثمار، طبعاً مشاركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم بتطبيقين، تطبيق إيزي لايف وتطبيق رفت، أنا من ضمن الفريق، لكن تطبيق إيزي لايف لو شركة إيزي لايف تعمل على تحديد الأماكن المهيئة وغير المهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناطق المملكة. كيف تواجهين مهامك اليومية أول ما تصحين الصبح؟ أنا لما أصحى الصبح طبعاً حتى لو حسيت نفسي تعبانة أو مو بقادرة أروح على الدوام، أقول لما باكل وبطلع من البيت خلاص بتنشط، بيمشي الموضوع، تصير أمور عادية جداً. عند تواجدك في مكان عام تتلقين العديد من النظرات الغريبة، كيف تواجه شريفة هذا الأمر المحرج نوعاً ما؟ أنا عمر الإعاقة ما عاقتني في حياتي، بالعكس هي كانت حافز ودافع لي أني أتقدم للأمام. الناس لما تطلع هي حتشوفني الآن بس حتنساني بكرة. إذا أنا النظرات هذه عاقتني عن أني أمارس حياتي بشكل طبيعي، فهم حينسوني وأنا اللي حأجلس بنفس المكان اللي أنا كنت فيه ومش حأتقدم. لكن أنا ما أنظر للناس، بالعكس خلهم ينظرون وحينسوني بكرة، وأنا اللي بعيش حياتي وبأمارسها بشكل طبيعي وبأتفوق على نفسي وبأتقدم في الحياة. شخصيتك القوية واضحة، ولكن لكل منا موقف آلمه، ماذا عنك؟ أنا ممكن المواقف المؤلمة اللي في حياتي كلها هي وفاة بابا، أما أشياء ثانية بالنسبة في إعاقتي أبداً ما في أي شيء مواقف يعني إنها وقفتني عن إني أمارس حياتي بشكل طبيعي أو إني أعيش حياتي بشكل عادي نفس الناس. بالعكس كانوا أهلي الداعم الأول لي، وكنت دائماً أشوف نفسي في المقدمة. وماذا يعني لك بابا؟ أنت تبدي بدموعي الحين. الحياة كلها هو كان بيقول البيت كله بكفة وشريفة بكفة، يعني اللي بيزعل شريفة بيزعلني، فكانت وفاته بالنسبة لي صدمة لي وخلتني أوقف حتى أني أمارس حياتي كده سنة. أنا وقفت حتى عن التعليم بظني أني خلاص أنا مش هقدر أكمل حياتي إلا ببابا. من أين لك هذه الطاقة الإيجابية؟ أنا دائما بأستمع لصوتي الداخلي، يعني الإنسان هو كله مبني على أفكاره. يعني أنت لما تفكر الآن أنه أنا مش هقدر، أنا عندي ظروف، أنا عندي ضغوطات، أنا مش هقدر أمارس حياتي، الناس بتطلع فيني، أنت مش هتتقدم في حياتك. بس لما تفكر أنه أنا قادر أني أكون نفسي، أنا قادر أني أكون مستقل ذاتيا، أنا قادر أني أدي في حياتي، أنه أركز على نقاط ضعفي الآن عشان أقدر أتفاداها بالمستقبل وأقدر أعيش حياتي بشكل طبيعي. فأنا دائما أركز على نقاط ضعفي وأشوف إيش الأشياء اللي لازم أسويها في حياتي عشان أتفاداها وأبدأ من جديد. كلمات ترافقك دوما؟ ممكن من القرآن الكريم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إذا أنت غيرت فكرتك حتتغير حياتك.